الذي اجتاز للماراثون تظاهرة إشعاعية رياضية. ما أحوجنا لمثل هذه التظاهرات، ما أحوجنا لإشعاع رياضي، إشعاع رياضي، فهنيئا لنا بشبابنا مع تامر التحايا والتقدير لكل من حل بيننا من كل المدن المغربية. مرحبا أهلا وسهلا بكم في تاسع الرياضة، أهلا وسهلا بكم بجائزة الحضارة، أهلا وسهلا بكل المشاركات بكل المشاركين، أهلا لنا بفرحتنا فرحتنا بأبطالنا. تنظيم نصف الماراثون لأول مرة. خلال هذه السنة نظم سباق خاص للأطفال صبيحة يوم الشمس بعشر دقائق وتسعتاش مسافة جوج كيلومتر، شارك فيها أطفال ما بين السن الثامنة والرابعة عشر سنة. بات المشاركون خمسمائة طفل وطفلة.